فندم. خلونا نروح لتصريح اسمحوا لي بالنسبة لي كان غريب جدا، وهقول لحضراتكم ليه بعد الخبر. النهاردة المهندس طارق قبيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية قال ان قطاع الصناعة في مصر بيعاني من عدم وجود أراضي صناعية كافية، وانه هيتم طرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية قبل نهاية السنة دي. قبيل قال في كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان ان الوزارة بتسعى لوضع منظومة الكترونية، وانها بتوقع بروتوكول مع وزارة الاتصالات علشان تتغلب على الفساد. شدد كمان وزير الصناعة والتجارة ان الفساد بيجي من التعامل وجها لوجه. طيب معنا عبر الهاتف الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. دكتور مدحت اهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور مدحت، طيب الجزئية اللي كنت عايز اقول لحضراتكم عليها واللي كانت مثار استغراب بالنسبة لي، ان وزير الصناعة نفسه، الصناعة طبعا قاطرة للتنمية في اي مكان، الصين دلوقتي اصبحت او اصبح اسمها التاني ان هي مصنع العالم، بتصنع كل شيء للعالم. امريكا نفسها بتروح كل منتجاتها بتصنعها في الصين، ايادي رخيصة، عاملة كانتونات اقتصادية، فما شاء الله بقت مصنع العالم. فانت عشان تتقدم تهتم بالصناعة، فلما يجي وزير الصناعة والتجارة ويقول ان مفيش اراضي متاحة عندنا علشان ننشئ مناطق صناعية، احنا مش هننشئ مناطق صناعية في الاماكن الزراعية، احنا عندنا الصحراء ما شاء الله، احنا بنتكلم في اكتر من حاجة وتسعين كام في المية، 95% من مساحة مصر صحراء، مساحات رهيبة للغاية، وفي مساحات مش بس جبال. يعني انا طلعت من المنيا قبل كده ورحت للفرافرة، فقط الشريط ضيق ما بين النيل واخر منطقة زراعية، بعد كده كلها اماكن صحراء ومنبسطة، فسهل جدا ان انت تعمل ده، خاصة ان انت وزير وفي منظومة اقتصادية وفي هيئة اقتصادية مكونة من وزراء. فبالتالي لو اقترحت ان انت تعمل مناطق صناعية مثلا في المنيا اللي هي من اكتر البلاد الطاردة للسكان، في سوهاج من اكتر محافظاتنا الطاردة للسكان والاكثر فقرا، بدل ما اولادنا يتحولوا بعد كده ويتوجهوا لليبيا ويسافروا علشان مش لاقيين لقمة العيش، يقدروا يشتغلوا في بلدنا. فازاي وزير الصناعة يقول ان احنا ما عندناش؟ انا طبعا انا يعني مقدر جدا صراحته، بس ازاي دولتنا مش قادرة لغاية دلوقتي توجد اماكن لعمل مناطق صناعية؟ اعتقد يا جماعة ده من ابسط الامور اللي انت تجذب يعني رؤوس الاموال من الخارج، مستثمرين، ان انت توجد لهم مناطق صناعية هم يجوا بكل سهولة، والشباك الواحد اللي كنا بنتكلم عليه ممكن توجده لهم في المناطق دي. انما ان احنا نقول ان مفيش اراضي علشان نعمل مصانع، يعني تصريح غريب للغاية.